صباح الخير. كلام بيروت في حلقته اليوم يواكب صحف بيروت في العنوان المعيشي البارز الذي تصدرها هذا الصباح، ألا وهو إقرار مجلس الوزراء بالتصويت مشروع وزير العمل شرب النحاس المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور. لمتابعة هذا الموضوع وملابسات ما حصل قبل جلسة مجلس الوزراء وما جرى داخل الجلسة والخطوات المقبلة، يرافقني في الاستوديو رئيس اتحاد غرف التجارة الأستاذ محمد شخير. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك معنا في كلام بيروت. سنبدأ الحلقة بالطبع من هذا العنوان ومن خلال جريدة المستقبل التي تصدرتها نسخة عن الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول تصحيح الأجور. هذا الاتفاق اعتبر سابقة أنه يصير في تم التوصل إليه بين أرباب العمل وبين العمال، ولكن ما أن بدأت جلسة مجلس الوزراء حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب. ماذا جرى أمس؟ مصالح السياسية والشخصية أقوى من مصلحة المواطن واقتصاد لبنان ومستقبل لبنان. مثل ما تفضلت وقلت، لأول مرة بتاريخ لبنان الاتحاد العمال العام يلي بمثل العمال والهيئات الاقتصادية اللي بمثل القطاع الخاص اتفقنا، وهذا الاتفاق صرنا نحن شهور عم نبحثه لوصلنا لصيغة امبارح، ولكن نتفاجأ من بعد ما يعني اعطينا الاتفاق وممضي من الهيئات الاقتصادية ومن الاتحاد العمال العام، أصر الوزير شرب النحاس بيطرح مشروعه على مجلس الوزراء. هو كان عارف انه بالسياسي حيقدر ياخد الأكثرية، بقى الأكثرية باعت لبنان وباعت اقتصاد لبنان وباعت الصناعة بلبنان لمصالح سياسية. أكيد، ونحن صرنا شهور عم نقول جنبوا السياسي عن الاقتصاد، الوضع ما بيتحمل، ولكن يمكن لحسابات شخصية لنقدر نكسب نايب أما نايبين زيادة، هناخد البلد لإفلاس، هناخد البلد لصرف عشرات الألاف من العمال، رابط نكسب نايب أما نايبين زيادة. إذا طار الاقتصاد البلد، هيدا النايب ما بعود بمثل حاله. ما بعود البلد كله إلى قيمة إذا لبنان راح على الإفلاس. نعم، يعني تقصد بقرار الأمس لبنان معرض لأن يكون لستنا اليوم 868 ألف الحد الأدنى. ما بعرف أنا معالي الوزير إذا عايش بلبنان عم بيعرف يشوف شو عم بيصير بالمنطقة، أما شو الحد الأدنى. خلينا نقارن حالنا بسوريا وأما بالأردن أما بمصر، بنسى هالبلدين. نقارن حالنا بتركيا، بتركيا الحد الأدنى 360 دولار، بيدفعوا منه 20% ضريبة بقال العام 300 دولار. نحن مع زيادة الأجور للعامل، ولكن نحن خوفنا على العامل بقرار الوزير. في عشرات الألاف من العمال حتصير ببيوتها، يتحمل هو المسؤولية. وأنا بدي خبرك، جمعية الصناعيين من أسبوعين طلعت عند الجنرال عون، وكان معه أكبر صناعيين لبنان يلي هن بالصناعة معهم، وأنا طلبت منهم أنه يكون معكم الصناعيين يلي هن بالسياسة 100%.